إذا للوقوف عند الجدل الدائر حول قانون التجنيد الإلزامي في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله مرحبا بكم. يعني كما استمعت في التقرير جدل برلماني حول قانون التجنيد الإلزامي، هناك يعني أطراف داعمة له ولكن هناك أيضا أطراف تعارض هذه الخطوة. بماذا تفسر هذا الجدل أستاذ عبد الله؟ تحية لحضرتك ولمشاهديكم الأكارم وكادركم الكريم. أستاذي الفاضل، الحقيقة هذا الجدل ما بين الأطراف، ما بين مؤيد ورافض، هو بحقيقة جدل مفتعل، لأنه ما يمر به العراق الآن والشارع العراقي متفاعل مع أكثر من قضية مهمة تخصه، وهي ثلاث قضايا حقيقية أساسية يهتم بها اليوم الشارع العراقي، وهي قضية الحدود وما يثار حولها، وبيع الأراضي العراقية بإرادة الكتل السياسية وموافقتها، إضافة إلى جشع وبشاعة واتساع السرقات العلنية وجسارتها بتحديها للرأي العام للشعب العراقي. هاي الجسارة وهذا جعل الشعب العراقي أن يسأل أين السلطة، أين الحكومة. الشيء الثالث والأهم هو أن حكومة السوداني لم تقدم أي شيء للشعب العراقي، بل بالعكس إنما زادت المعاناة وزادت العطالة وزادت الفرص، ولم ينفذوا أي برنامج وأي عهد اتفقت عليه حكومة الإطار تقديمه للشعب العراقي. هذا إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت هو للتغطية على هذه المسائل والجدل والأطراف المتجادلة فيما بينها. هي تعرف تماما أن هذا القانون وغيره يتم الاتفاق عليه توافقيا ما بين الكتل في الغرف المظلمة بعيدا عن البرلمان وبعيدا عن الشعب العراقي وبعيدا كل شيء. فالخطة كلها هي أصلا خطة مفتعلة لتغطية الفشل الذريع الذي تعاني منه حكومة السودان. أستاذ عبد الله، القانون قد طرح منذ أكثر من عام، اعترضت عليه بعض الأحزاب المرتبطة بالميليشيات، أعيد للحكومة من أجل التعديل، ولكن في هذا المفصل، في هذه النقطة، يعني لماذا ترفض الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران هذا القانون؟ ما السبب في ذلك؟ السبب ما يدعو لرفضهم هذا القانون أنهم وصلوا إلى حالة ترضيهم تماما في هيكلية الأجهزة الأمنية والجيش لصالحهم. هيكلية نقدر نعتبرها طائفية في مفهومهم هم، يعني زيادة الأعداد عندهم، النسبة العددية لصالحهم موجودة داخل هذه المفاصل، فأي تغيير في هذه النسبة هو بالتأكيد لا يرضيهم. بعدين هذه هي أوامر إيران التي تصدر عليهم، عليكم أن تهيمنوا على الأجهزة الأمنية بما فيها الجيش. وأكثر من موضوع يخص موضوع الجيش ورفضه، ماذا يفعلون مع إذا طبق القانون مع البيشمركة أو أي طرف آخر؟ كيف يقبلون ابن الرمادي يأتي بالخدمة بشكل طبيعي بينما هم يقصون أهل الرمادي والمناطق الأخرى بحجة الطائفية؟ هم فقط يصطفون، يجعلون الصفوف إلى صالحهم بشكل طائفي لصالح إيران. هذا هو التخوف الوحيد الذي يعتري هذه الأحزاب وهذه الكتل وميليشيات. ولكن أستاذ عبد الله، هناك مبررات يطرحها المعارضون، هي على سبيل المثال للحصر، هو عدم وجود معسكرات، أيضا عدم وجود نفقات لتطبيق قانون التجنيد الإلزامي. هل هذه المبررات منطقية من وجهة نظركم أستاذ عبد الله؟ بالتأكيد غير منطقية على الإطلاق، لأنه أولا الميزانية العراقية متمكنة لمثل هذا العمل، ثم يعني عمليا نحن خدمنا في الجيش ونعرف كيف تتم التعامل مع وجبات الخدمات الإلزامية، وهي أنه أنت فقط معسكر تدريب، وبالتالي ثلاث شهرين أو ثلاثة حسب ما تقرره الدولة، وبعدين أنت تذهب إلى الوحدات اللي هي أصلا موجودة، يعني لا يعملون وحدات جديدة لهذه. فالعمليات النفقات عمليات بسيطة جدا لا تكلف، وإذا أرادوا أجهدوا نفسهم فيوقفوا السرقات والرشاوة والفساد، 10% منها يكفي تغطية كل هذه النفقات. ولكن هذه حجج ومبررات
لإطالة المدة في النقاش حتى يتم التوافق ما بين الكتل في الغرف المظلمة. أستاذ عبد الله، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السيد علي نعمة البنداري قال في تصريح له إن في العراق ما يقارب من 20 جهة أمنية. تعتقد أن هذا القانون سيؤثر نوعا ما على طبيعة الميليشيات الموجودة في العراق أستاذ عبد الله؟ أستاذ محمد اسمح لي أخذك بعيد عن الإجابة بالسؤال. هل تستطيع هذه الأجهزة الأمنية العشرين واللي مع الجيش تعدادها 1,200,000، هل تستطيع الدفاع اليوم عن الشعب العراقي الكاسب عن الكاسب وعن السائق وعن صاحب المطعم وعن صاحب المتجر الصغير والتاجر الصغير والذي يتعامل مع الزائر الإيراني؟ اليوم إيران تعد العدة بالزيارة الأربعينية أن ترسل 5 مليون إيراني، 5 مليون إيراني، كل إيراني ستبيعه الحكومة الإيرانية 200,000 دينار عراقي مزور مطبوع في طهران، وهذا طبعا تستلم من الإيراني ما يقابله بالتومان الإيراني، تأخذ التومان من الإيراني إلى الحكومة الإيرانية وتسلمه الدينار العراقي المزور ليأتي يصرفه في العراق. هذه الأجهزة الأمنية هل قادرة أن تحمي هذا المتضرر المواطن البسيط اللي هو ابن عمه وأخوه لهذا المنتسب الأمني أن من هذا التضرر؟ إذا استطاعت فبها، يمكن أن نقول أن تعدد الأجهزة الأمنية يخدم المواطن العراقي. فأين قدرتهم في هذا المجال؟ هل يعدون العدة؟ وإذا لم يستطيعوا على الأقل يقيموا بعمليات تثقيف للمواطن العراقي البسيط سائق التاكسي وغيره المتضرر من هذه العملية أنه لا يتعامل مع هذا الدينار الذي يأتي بواسطة السائح الزائر الإيراني. هذه هي المشكلة. شو نسوي؟ ماذا نعمل إحنا ب 25 أو 20 أو 30 أو 10 أجهزة أمنية بدون أن لا تدافع عن المواطن العراقي؟ أستاذ عبد الله، هناك من يرى أن الميليشيات التي تستغل فقر الشباب وعدم وجود فرص عمل لهم لتجنيدهم هو من أجل تعظيم قدرتها ومن أجل إكثار عددها. هناك من يقول إن قانون التجنيد الإلزامي سيحل مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، هل هذا صحيح أستاذ عبد الله؟ لا طبعا غير صحيح، لأنه الاستدعاء يأتي على مواليد واحدة، والمواليد الواحدة لا تشكل نسبة يعني كبيرة من العطالة، لا تشكل أكثر من 1 إلى 2% من العطالة في العراق، وهذه ليست النسبة الحقيقية. لكن هم أيضا سيجدون الحجة، ولهذا السبب هم يؤخرون في النقاش حوله. هم بإمكانهم وهم هذا ما يريدوه في القانون الجديد، أن كل منتسب إلى الحشد أو إلى الميليشيات بشكل عام منتسب يحق له أن لا يخدم بالخدمة الإلزامية. هذا ما يدفع بعض الشباب المتخوف من الخدمة الإلزامية الذهاب، وهي هذه تأتيهم قوة زيادة وليس الضعف. فبالتالي يعني هم يلوون أي قانون لصالحهم. عشرات القوانين صدرت وعشرات ولم تنفذ، عشرات القوانين صدرت لصالح الناس ولكن لم تنفذ بما أنها فيها لصالح الناس. فزيادة وتقليل عدد البطالة لا يتم عن طريق فقط الجيش، عن طريق التنمية البشرية، خطة اقتصادية حقيقية صالحة للتطبيق. أما بدون ذلك فلا يمكن، لا يخدم لا يخدم سوى الميليشيات، وبالتالي هو القانون لا يطبق بالطريقة التي متعودين نحن عليها، أنه قانون يطبق بشكل طبيعي. إحنا نعرف أنه هذا النظام يلوي كل الحقائق لصالحه، وهذا النظام متوافق على خداع الشعب العراقي بكل طريقة. عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لكم.